مجلس الهيئة اليوم صادق على هذا القرار الترتيب المتعلق بسحب الوكالة في شروطها الشكلية، كيفية تقديم العريضة، ثم شروط واضحة بالنص اللي هي أهمها، وأن يكونوا عشر الناخبين في الدائرة الانتخابية يزموا يقدموا عريضة ممضاة من طرفها، وبطبيعة الحال تكون معللة حتى لا تكون معناها المسألة مسألة عبثية. الشروط الموضوعية كذلك المتعلقة بأن تكون معناها هناك تعليل واضح وكافي، بطبيعة الحال هذا مدعو لمدى اقتناع هذا الناخب. هيئة الانتخابات نجم ترفض كما نجم تقبل عريضة سحب الوكالة في صورة ما وأنه مشات بالرفض أو بالقبول، يبقى دائما الأحقية للطعن أمام المحكمة الإدارية في خصوص هذه العريضة. الشروط الشكلية شروط موضوعية اللي واردة بهذا القرار الترتيبي واللي باش يصدر إن شاء الله في الرائد الرسمي. القرار الترتيبي الثاني هو القرار الترتيبي المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. نعرف كل أنه بعد إرساء المجالس الجهوية سيقع اختيار ثلاثة من كل ولاية، يعني ثلاثة من كل مجلس جهوي باش يكونوا أعضاء في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. هذا القرار الترتيبي يحدد كيفية الانتخاب وتقديم معناها الشروط من حيث الشكل ومن حيث المضمون كذلك، وكذلك كيفية انتخاب أعضاء المجالس الأقاليم، لأنه كل مجلس جهوي باش يكون عليه واحد منتخب يكون عضو في مجالس الأقاليم، ومجالس الأقاليم بدورها باش يكون عليها فائز منتخب يكون عضو مجلس وطني للجهات والأقاليم، باش يعطينا المجموع في نهاية المطاف 77 عضو مجلس وطني للجهات والأقاليم، وهي الغرفة الثانية للوظيفة التشريعية. قرارات ترتيبية هذه اليوم صادق عليها مجلس الهيئة، بطبيعة الحال باش يوقع نشرها بموقع الهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.